في الليلة أهلا وسهلا بكم. في هذه الأيام المملكة العربية السعودية تحتفي بمرور الذكرى الثانية للبيعة. عبرنا عامين كاملين من التحديات، أدرناها بالطريقة الأمثل والأجدى والأقوى التي تكون فيها الإدارة. اختارتنا اليمن فوجدتنا خير شقيق وخير عون. نحن برفقة أشقائنا صنعنا بدمائنا ودماء اليمنيين والإماراتيين والخليجيين عامة سورا حقيقيا وغطاء للشرعية، وصنعنا سدا يمنع اليمن من الانهيار ويعيد لهذا البلد الشقيق أمنه واستقراره. أيضا خلال عامين واجهنا أبرز تحديات المنطقة، خلال عامين واجهنا أبرز تحديات الاقتصاد وخرجنا منها بواقع نستشرف فيه المستقبل لنقول للعالم أن قوتنا الحقيقية تكمن بنا نحن. نحن أبرز الطاقات وأبرز وأهم الثروات. ضيوف الأحد، شركاء حلقة الأحد، إبراهيم المرعي ونجيب غلاب. سنتطرق لهذا الحدث السنوي المحوري ذكرى البيعة. سنتطرق أيضا للطريقة التي بات بها الإرهاب يمثل أداة لزرع الفوضى، سواء ما شاهدناه في الأسابيع الماضية في اليمن أو الحادث الأليم الذي شهدت مدينة إسطنبول ليلة البارحة والذي كان بتجاوز ضحاياه 40 في واحد من النوادي الليلية، كان من بينهم حسب ما تقول الأنباء بين 5 إلى 7 سعوديين، رحمهم الله جميعا وشفى الله الجرحى، بالإضافة إلى تطورات الملف اليمني. إبراهيم المرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي يحيى وأحيي أخي نجيب والمشاهدين الكرام. أولا يا سيدي الكريم، نتحدث عن البيعة، فقبل نتحدث عن من غادرنا في مثل هذه الأيام، الملك عبد الله رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، الذي كان له دور بارز في بناء هذه الدولة، ثم سلم الراية إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، الذي أعاد ترتيب البيت السعودي، ثم واجه تحديات عبارة عن تراكمات سنين سابقة من أزمات المنطقة فواجهها بحزم وعزم. التفت حوله الدول الخليجية والعربية والإسلامية، كان هناك تحديات على جميع الصعد، نتحدث عن السياسية، نتحدث عن الأمنية والعسكرية، نتحدث عن الاقتصادية. الآن المملكة العربية السعودية والشعب السعودي يرى هذه التغيرات ويرى هذه التحديات التي لامسته هو شخصيا، وكان هناك الأوامر الملكية التي تم إعادة النظر في الرواتب والبدلات إلى آخره، ثم صدرت ميزانية 2017. ولذلك نحن نقول أن التحديات التي مضت لا نتوقع أيضا أن تكون 2017 أو 2018 أقل حدة مما رأيناه في السنين الماضية. هو تحدي يجب أن نقابله. استعان خادم الحرمين الشريفين في السنتين الماضية بنائي بيه ولي العهد وولي ولي العهد. نحن نقول أيضا في هذه المناسبة التي نبارك فيها لأنفسنا تولي خادم الحرمين، أيضا إذا كان لي أن أبارك بعد خادم الحرمين مباشرة ونائي بيه، فنحن نقول نبارك ونهني أنفسنا بأبنائنا المرابطين على الحدود، ثم للشعب السعودي. لماذا وضعتهم في هذا التصنيف؟ لأنهم بفضل الله ثم بفضلهم نحن يا أخي يحيى نأمن. وفي هذه الأيام على سبيل المثال دخل فصل الشتاء، هم في رؤوس الجبال ونحن الآن أمام شاشات التلفزيون في غرف مكيفة في بيوتنا في الفرش الوثيرة، بينما هم في الخنادق لهم أكثر من سنة وعشر أشهر. وأنا أقول دائما يوم واحد رباط يعادل سنين من العمل المكتبي أو الإداري أو أي عمل آخر، دون أن نستنقص من أي جهد كان. ولذلك نتمنى بإذن الله أن تكون السنين المقبلة أن يكون وأن نجد هذا التلاحم ما بين القيادة والشعب في مواجهة التحديات. نقطة أخيرة، الجبهة الداخلية من وجهة نظري للدول التي لا تملك سلاح نووي هي سلاح الردع الأول في مواجهة الدول والضغوطات الدولية. نعم. نجيب كمواطن يمني وقبل
قرابة 3 أشهر على تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، كان الملف الأول وكانت المبادرة الأولى هي هذه الاستجابة لطلب الشرعية اليمنية لمواجهة القوات، لمواجهة الميليشيات التي أرادت يعني وبتعبير حقيقي التي أرادت احتلال اليمن، كسر الدولة، وأن تمثل بؤرة للاضطراب للمملكة وللمنطقة بأكملها. نعم، شكلت المشكلة اليمنية والملف اليمني والتعقيدات التي وصل إليها بعد الانقلاب تحدي كبير لليمنيين، وتحدي كبير أيضا للمملكة العربية السعودية. وما كان لهذا الملف أن يحل وأن يكون هناك يعني سياسة حازمة وقوية لولا الملك سلمان. يعني الملك سلمان بالنسبة لكثير من اليمنيين هو أنقذ اليمن، لأن إيران حاولت أن تجعل من اليمن أداة وظيفية ممتلئة بالفوضى والميليشيات والإرهاب، ومقر لتصدير الفوضى باتجاه المملكة العربية السعودية، وبالتالي تحويل اليمن إلى حالة من المآسي المتكررة والمتعددة، وحالة من الحرب المستدامة وحرب أهلية ممتلئة بالإرهاب والتمرد، وربما بما يؤدي إلى سقوط الدولة. وبالتالي كان مسألة اتخاذ الحرب كان قرار يعني تم وفق مطالب الحكومة اليمنية، وحظى بتأييد كبير من القطاعات الشعبية اليمنية والمجتمع الدولي. أنا أعتقد أنه التحديات التي كانت تواجه يعني المملكة العربية السعودية كانت يعني كانت بحاجة إلى قيادة بحجم الملك سلمان، ليس فقط الملف اليمني فقط، بل ملفات متعددة. وكانت مسألة استعادة الدولة اليمنية من خلال استخدام القوة العسكرية، يعني أنا أعتقد أنه كان من أهم القرارات، ليس فقط لليمن وتحرير دولته من الكهنوت السياسي، ولا من مسألة الاستعمار الإيراني الذي يعني كان يرى اليمن أنها منطلق أساسي أولا لنفوذ إيراني على البحر العرب وعلى البحر الأحمر، وأيضا منطلق أساسي يعني باتجاه محاربة المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا القرار ربما كان هو من أهم القرارات، يعني أنا أقول أنه من أهم القرارات اللي اتخذت في القرن 21، ومن أهم قرارات المملكة. أيضا المملكة كان هناك حالة من التحدي الكامل، ليس فقط في الملف اليمني، هناك محاولة لمحاصرة الجزيرة العربية ومنظومة الخليج واليمن من العراق من سوريا، حالة من الفوضى الدائمة، نظريات الفوضى الخلاقة كانت بتعمل بشكل كامل، وكانوا يعني حاولوا بشكل أو بآخر استهداف المملكة بأكثر من مكان، لكن كان يبدو أن نقطة الضعف الأساسية هي خاصرة الجزيرة العربية وهي اليمن، وبالتالي كانت هي المدخل الأساسي للتأثير بشكل كامل على أمن المملكة العربية السعودية. ما كان يمكن أنا من وجهة نظري حل هذا الملف إلا باتخاذ قرار الحرب، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا القرار ليس فقط لحماية أمن اليمن أو حماية السعودية فقط، بل حماية المجال العربي بشكل كامل، حماية البيضة من هذه الاختراقات ومن هذه الفوضى. قرار الحرب كان قرار صائب، كان قرار قوي وما زال مستمر وحقق كثير من أهدافه، وأنا من وجهة نظري أنه سيستمر حتى يصل إلى المآلات النهائية، وهو استعادة الدولة بشكل كامل وجعل اليمن منطقة للتكامل مع العرب. لا مدخل لإدارة حروب ضد المملكة. شكرا. قبل شوي أو اليوم المملكة أعلنت شجبها واستنكارها للحادث الإرهابي الأليم اللي استهدف البارح ناديا ليليا في منطقة أرتكوي في إسطنبول، وأكدت المملكة وقوفها مع الدولة التركية في مواجهة الإرهاب. في الواقع الرئيس التركي أيضا رجب طيب أردوغان أشار إلى أن هذا الحادث ليس إلا جزءا من التداعيات التي تشهدها المنطقة، وهذا هو الحادث 24 حقيقة التي تتعرض له مختلف المناطق التركية خلال العام المنصرم، يعني منذ بدايات العام وصولا إلى اللحظات الأخيرة. نحن هنا نعزي جميع الشهداء ونخص القتلى أو الضحايا من السعوديين الذين كانوا في مكان الحادث، ونسأل الله الشفاء للمصابين. أنت بالتأكيد تابعت الحادث. نعم. يعني في خسة صراحة، يعني ها يعني العالم كله يحتفي بهذه الفعالية العادية الطبيعية اليومية اللي كل عالم يحتفي بها، وفي لحظة، والغريب أنه إلى الآن يعني لم
تتبنى أي جهة من الجهات مسؤوليتها على الحادث؟ طبعا رحمة الله على المتوفين. يا سيدي الكريم، تأتي تركيا بعد المملكة العربية السعودية مباشرة في عدد العمليات الإرهابية التي استهدفتها في 2016. نعم، في 2016 مباشرة. لم تستهدف دول بعمليات إرهابية، نتحدث عن دول خليجية عربية إسلامية مجتمعة كما استهدفت المملكة، ثم في المقام الأول تأتي في الترتيب الثاني تركيا. أنا أعتقد أن هذه العمليات الإرهابية كما ذكر الرئيس أردوغان أنها تداعيات لما يحدث في المنطقة. لا يمكن لتركيا أن تحمي أمنها بمعزل عن جهد إقليمي ودولي. لا يمكن للمملكة أن تعمل منفردة لمحاربة الإرهاب. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تعمل منفردة. فرنسا الآن قواتها متواجدة لأنها ضربت عدة استهدفت بعدة ضربات إرهابية، تجد قواتها الآن متواجدة في العراق، طائراتها مشاركة في سوريا، لها قوات في مالي. ولذلك نحن نقول أن الدول وهذه الآفة وهذا الاستهداف يجب ولا يمكن على الإطلاق أن يعالج منفردا، ويجب أن يكون هناك إرادة دولية. أنا ذكرت يا أخي يحيى من هذا المنبر أنه حتى هذه اللحظة لم ألمس على الإطلاق أي إرادة دولية حقيقية وصادقة من قبل الدول العظمى ما عدا فرنسا التي استهدفت في مواجهة الإرهاب. ولذلك ستستمر هذه المنطقة. نحن في 2017 أنا أتوقع على أقل تقدير سنرى هذا الإرهاب مستمرا حتى 2027 على أقل تقدير، إذا لم يواجه وإذا لم نرى حقيقة أن تتوقف الأجهزة الاستخبارية عن التعامل مع هذه التنظيمات. أي أنا توني بقول هالنقطة، يعني هل يعني وخلينا مثلا نستشهد بالأحداث اللي شهدتها باليمن، بعض المعسكرات منطقة عدن مثلا، هذا التوظيف الاستخباراتي للإرهاب هل يعني يشير إلى أنه فعلا يستمر لهالسنوات اللي ذكرها دكتور إبراهيم؟ يعني خلينا نقول أنه بنية الإرهاب والإرهاب موجود، لكن الإشكالية اليوم في مسألة توظيف الإرهاب من قبل الأجهزة والدول. يعني أصبح أو القوى السياسية المختلفة، حتى القوى اللي مثلا ليست بنية فكرها إرهابي، فالأجهزة الاستخبار المنظومات الاستخبارية أصبحت تنفذ عمليات معينة للإضرار بالدول من خلال توظيف الأعمال الإرهابية. مثلا في اليمن أنا أضرب لك مثال، القاعدة موجودة وأيضا في خلايا للدواعش، لكن منظومات تهريب الأسلحة والمخدرات أحيانا ترفع الرايات السوداء وتحت شعار داعش والقاعدة تدير حالة من الحرب ضد الأجهزة الأمنية. النزاعات أحيانا النزاعات السياسية، مثلا أطراف الإنقلاب بشكل أو بآخر يتعاملوا مثلا مع الإرهاب باعتبار أداة من أدوات تشويه الشرعية، وأيضا يعني الإضرار بسمعة التحالف العربي أنه لم يتمكن من القضاء على الإرهاب. هناك توظيف للإرهاب داخل المنظومة الدولية بشكل كامل، وهذا ملف معقد. وأنا أتفق مع أخي الكريم فيما يخص أنه على الدول أن تحسم أمرها فيما يخص أولا توظيف هذا الإرهاب في إدارة الصراعات والتناقضات الدولية، هذا أولا. المسألة الثانية محاربة البؤر الأساسية المنتجة للإرهاب. أما الأهم من كل ذلك فهو هذه القوة الإرهابية اللي هي يعني خرجت بشكل أو بآخر يعني واتخذت من الإرهاب استراتيجية يعني لإدارة حروبها العبثية. أنا أعتقد أني أصبحت هذه الحركات الإرهابية كالقاعدة وداعش هي أكبر قوة مضرة بأمن العالم الإسلامي أولا، ثم بأمن دولها، ثم إضرارها الكامل بالإسلام. أنا أعتقد أنه أكبر وأخطر تهديد على الإسلام هو الإرهاب، وبالتالي أنا أعتقد أنه لابد من مواجهتها بكل الممكنات، لكن على العالم أن يتعاون معنا في إدارة هذه الحرب ولا يوظفها ضدنا. في دائرة الإرهاب وقضية الإرهاب، اليوم أعلنت وزارة الداخلية أنها أو الوزارة كشفت اليوم عن 3 من المتورطين في عملية اختطاف القاضي محمد عبد الله الجيراني من أمام منزله
في تاروت. طبعا هذا يشير إلى أنه الإرهاب ليس فقط طائفيا، إنما داخل كل طائفة بين أبنائها هناك صراع بين صوت الاعتدال وصوت التطرف. نحن لدينا ثقة في لطف الله تعالى أولا، ثم في أجهزتنا الأمنية، في أجهزتنا الأمنية، أن هذا المواطن السعودي سواء كان قاضيا أو سيعود بإذن الله إلى منزله ولعائلته ولأحبابه، وأن هؤلاء سيتم القبض عليهم وسيتم تطبيق الأنظمة والعقوبات بحقهم، لأن الذي يحمل بطاقة سعودية هو ابن هذا الوطن وأمنه من أمن وطنه، وستتم مواجهة الإرهاب مهما اختلفت طائفته أو منطقته، لأنه خصمنا كيفما كان. علق إبراهيم المرعي دقيقة قبل ما أخذ فاصل. نعم طبعا هذه فرصة للتأكيد على أن شيعي أو سني وهو مواطن وانتماءه لبلده فهو مواطن سعودي له كل الحقوق، ويجب أن يكون جزءا من هذا الوطن وألا توظف الطائفية ضده. نعم. الآن لأن القاضي محمد في لقائه أشار إلى أنه يجب أن تتنبه الدولة للخمسة الذي يذهب إلى إيران. نعم. بحس وطني عالي. نعم. وأيضا أضيف وهو نقطة مهمة وأنا مسؤول عن هذا الكلام، كثير من أبنائنا من الطائفة أو من الشيعة. نعم. من إخواننا الشيعة يحاربون الآن على الحد الجنوبي مع إخوانهم في نفس الخنادق. نعم. ولذلك هذه نقطة يجب أن نشير إليها، لمن لا يعلم يجب أن يعلم أنهم في نفس الخنادق يحاربون الآن حركة الانقلابية الحوثية للدفاع عن بلاد الحرمين والدفاع عن هذا الوطن. تجمعنا هذه البطاقة، يجمعنا هذا الوطن، يجمعنا هذا السقف، تجمعنا وحدتنا، سني شيعي إسماعيلي جنوبي شمالي، هذا تنوع حقوق مبرر للثراء وليس الاختلاف. حقوق وواجبات على مسطرة المواطنة الواحدة. بعد الفاصل أبرز التطورات في الملف اليمني هذا الأسبوع. جديد في الليلة، أهلا وسهلا بكم. من عدن يواصل الرئيس هادي تمثيله الشرعية الحقيقية مع فريقه الوزاري والحكومي، بينما العمليات النوعية تشهدها مناطق مثل شبوة والطريق المؤدي إلى ميدي وحرض، اليوم قرابة 30 حوثيا وانقلابيا استهدفوا، كان من بينهم بعض القياديين مثل أبو شهاب الحمزي. في مداهمات اليوم يقوم بها الانقلابيون حول صحيح. محيط العاصمة صنعاء. صحيح. هل هذا تفسيرها له علاقة بتحركات الميدانية لقوات الشرعية والجيش الوطني؟ نعم، صار لدى الحوثيين وصالح حالة رعب من الحراك الموجود في المحيط القبلي بصنعاء، وأيضا الإنجازات لو حتى ولو لم تكن يعني جذرية، لكن هذه الإنجازات واضحة وتحولت نهم إلى ثقب أسود لاستنزاف الميليشيات الحوثية وحتى لكثير من قيادات الحرس الجمهوري. حوالي 4 قتلوا من قيادات الحرس الجمهوري بعد الوصول إلى جبل غيلان. في المرحلة القادمة ستكون هناك بني حشيش وصولا إلى أرحب وهي مداخل صنعاء الأساسية. اجتمع مثلا صالح اليوم بقيادات بني حشيش المؤتمر الشعبي العام وحاول يؤلبهم ويحاول أنه يدفعهم باتجاه المواجهة. طبعا هذه المنطقة هي منطقة غنية بطبيعتها لأنها تصدر العنب والزبيب ولديها أراضي زراعية كبيرة، وهي تخاف من عملية أن تدخل في هذه الحرب. طبعا صالح يعني يخاف أن يستسلموا خوفا من إحراق يخافوا أن تتحول منطقتهم إلى منطقة لإدارة الحروب. طبعا هذه المنطقة من أكثر المناطق تشددا وربما ارتباطا بالحركة الحوثية، لذلك صالح يحاول يحرضها أن تكون أيضا مدخل، يعني تكون بنية اجتماعية متكاملة قادرة على صد المقاومة. لكن أنا وجهة نظري أن هذه الكتلة الجغرافية ستحاول أن يعني تترك المقاومة تتحرك إذا هي تريد أن تحافظ على مصالحها وعلى بيوتها ومزارعها. هذا أولا. أي. المسألة الثانية، حصلت مداهمات في همدان. أي. وتم اعتقال يعني أطقم كثيرة للحوثية وقوات أمنية وعسكرية، واعتقلت كثير من الشباب في نهم. المسألة الثانية، علي عبد الله صالح أصبح على قناعة كاملة أنه المحيط القبلي أصبح يشكل حالة من الخطر على
يعني على الانقلاب، ويبدو لي أن الشرعية تتحرك في هذا المحيط، فبالتالي هو بدأ عمل مع الحوثية في التحرك داخل هذه المناطق كمحاولة بشكل أو بآخر لدفعها باتجاه الحرب. لكن أنا أعتقد أنه بمجرد أن تتقدم الشرعية وتصل إلى جبل غيلان وتبدأ ربما تخترق بعض مناطق عمران، المحيط القبلي هذا هو محيط يبحث عن مصالح، نعم. وأنا أعتقد أنه سيكون دورة إيجابي، نعم. فيما يخص مسألة يعني تحرير صنعاء. صراحة أنت تذكرتني قبل حوالي شهر إبراهيم كان يقول أنه يا أخي خلك تتحرك وخلك تطرح شيء اسمه مبادرة نقل غيلان. طيب قبل هالجزئية، بعض القيادات الحوثية المقيمة في الخارج صرحت بشكل مرتبك حول موضوع قد يبدو في ظاهري لا علاقة له بالملف اليمني، يعني صرحت بارتباك حول الخبر الإيجابي اللي شهدناه مساء الأربعاء الماضي والمتمثل بانضمام سلطنة عمان للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. أنا أول شيء بتعليقك على الخبر كحدث وكتحول، وثانيا لماذا شعرت يعني لماذا شعر الحوثيون مثلا والانقلابيون أنهم بشكل أو بآخر قد يكونوا معنيين بهذا الحدث مع أنه في ظاهره بعيد؟ يعني هو بعيد قريب، بعيد قريب، بعيد قريب. أولا انضمام دولة عمان، سلطنة عمان الشقيقة، مهما كانت الخلافات في الرؤى السياسية فتبقى عمان جزء من الجزيرة العربية، جغرافية جار دولة شقيقة تجمعنا بها لغة، تجمعنا بها أصول قبلية إلى آخره، دين إلى آخره. لذلك أن تبقى عمان، وأعتقد أن زيارة خادم الحرمين لدول الخليج باستثناء عمان كان لها وقع كبير على في على السلطنة. طبعا أنا لا أتوقع، وهذه نقطة مهمة، انضمام عمان للتحالف الإسلامي العسكري هو مرحب فيه وأدخل في الشارع الخليجي والعربي نوع من الطمأنينة، ولكن لكي أكون دقيق لا أتوقع أن يكون هناك تغير كبير في السياسة العمانية تجاه كثير من التحالفات، وتجاه لأن وضع عمان من وجهة نظري لها سياسة ومطلوب منها أن تحافظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا الدور لكي تقوم به مع إيران في الجهة المقابلة، عمان هناك مسندم وهناك إيران في الجهة المقابلة، هذا الفاصل البسيط تسيطر عليه دولتين. الدور المطلوب من دولتين هو عدم المساس بهذا الطريق أو الدخول فيما قد يؤدي إلى الإضرار على تماما. ولذلك الدخول في التحالف الإسلامي العسكري المرحب به والمدعوم من قبل المجتمع الدولي لا يتعارض مع السياسة العمانية العميقة، بالعكس هو يضيف للسياسة العمانية بالضبط أنها مع العالم في الإيمان بالخطر الواحد ومهاجمته بلا شك. ليش شعار الحوثيون؟ ولذلك لماذا شعار أيه؟ أنا أعتقد أن الحوثيون الحوثيون لا يريدون على الإطلاق أن يكون هناك أي نوع من التقارب ما بين المملكة وعمان. رأوا أنها عدم مشاركتها في التحالف الإسلامي أنها مؤشر جيد بالنسبة لهم، رأوا أن عدم مشاركتها في التحالف العربي والإسلامي في اليمن مؤشر جيد، رأوا أن عدم زيارة خادم الحرمين أنها يخدم الأهداف الحوثية. لذلك أنا أعتقد أن انضمامهم وإعلان انضمامهم إلى التحالف الإسلامي العسكري وضح للحوثيين أنه بالإمكان أن تبدأ عمان مستقبلا في الأيام المقبلة مع تغير، لأن المعادلة السياسية في اليمن أنا أقول أنها تتغير أسبوعيا شهريا ليست ثابتة. ولذلك قد يكون صديقك الذي كان يستقبلك في مسقط بالأمس وكان يحاول أن تخرج بحل سياسي تبقى فيه ضمن القوى السياسية المؤثرة في اليمن قد لا تلقى هذا العرض مستقبلا. صحيح، بس في ذات الجزئية أيضا الميليشيا الحوثية هي مشمولة بتعريف الإرهاب، وأظن أنهم مستوفين كل الشروط من أجل أنه يصنفهم العالم، يصنفهم التحالف، يصنفهم المملكة دول المنطقة على أنهم جماعة إرهابية. أولا التصريحات إحدى قيادات الحوثية
أنا للأمانة لما قرأتها أحسست، رغم أنه هو مسؤول داخل الحركة، في إهانة لعمان وإهانة مباشرة بطريقة التدخل فيما يخص مسألة انضمام عمان يعني إلى الحلف، وبطريقة مستفزة وتدخل مباشر بسياستها الخارجية، ومحاول أنه يقلل ويفسر هذا يعني الدخول بطريقته ما يخدم سياسة الحركة الحوثية. وهذا الحوثية هي شخص لديها رموز ومصرحين متهورين، وأنا أعتقد حتى عمان في الفترة الأخيرة يبدو لي أنها يعني لدي يعني أحست يعني من تعاملها مع الحركة الحوثية أنهم يكذبون، يتلاعبون، يوعدون ثم يخلفون، وبالتالي أنا أعتقد أن عمان ستصل إلى نقطة في نهاية الأمر من تعاملها مع الحركة الحوثية ومع صالح إلى درجة أن تضع يعني سدود أمام، أما أن تعمل بطريقة صحيحة وفق القوانين والأعراف المتعارف عليها، أما أن تتحول عمان إلى أداة بيد الحركة الحوثية والإنقلاب ويتلاعبوا بها، فهذا إهانة بحق عمان نفسها وبحق الخليجيين والعرب. وبالتالي أنا أعتقد أن عمان يعني ربما لديها نوايا طيبة فيما يخص التعامل مع أطراف الإنقلاب، لكن هذه ستكتشف أن نواياها الطيبة ستضر بها، يعني ربما تضر يعني بالدور العماني الإيجابي. وأنا أعتقد أن عمان دورها ليس بهذه الدرجة، يعني كثير يحاول يصوروا دور عمان، هي بالأخير قناة من قنوات التواصل مع أطراف الإنقلاب. المشكلة ليست في عمان، المشكلة في مسألة النوايا الطيبة لدى العمانيين فيما يخص تعاملهم مع الإنقلاب، بالمقابل النوايا سيئة، النوايا السيئة لأطراف الإنقلاب وتصريحات هذا القيادي الحوثي للأمانة، وكأنه يعني وكأنه يعبر عن عمان بطريقة أو بأخرى وبشكل يضر سمعة عمان وطريقتها في إدارة السياسات الخارجية. طيب. وكان تحت وصاية والله شيء مذهل. طيب. يا سيدي فقط اسمح لي في 10 ثواني أخي حي. أنا أعتقد أن صانع القرار العماني ليس غبيا، هو ذكي، هو يعمل وفق استراتيجية، وفق رؤى محللين، وفق تنسيق، وفق تنسيق ما اختلفت مستوياته مع دول المنطقة بلا شك. ولكن أنا أعتقد أن هناك خطأ ارتكب في مسألة التعامل مع الحركة الحوثية كحركة ممكن التفاهم معها على المستوى السياسي، هي أصغر من أن تكون كذلك. قد اكتشفوا العمانيون ذلك بعد 10 أشهر. النقطة الأخرى، هناك توازن تحاول عمان أن تحافظ عليه ما بين دول الخليج وإيران. رأت في الآونة الأخيرة أنها خسرت دول الخليج، لم يكن قد اختفى هذا التوازن، أنها قد تذهب إلى خسارة دول الخليج. ولذلك كيف نرى هذا التوازن؟ أين نرى؟ خاصة أنه في ملفات، اعذرني يعني ما يمكن تقف فيها على حياد، ما يمكن، ما في حياد يعني فيها. العالم يرى ما الذي تصنعه المملكة يا أخي، خذ اليمن خذ، وما الذي تصنعه إيران مثلا. فالحياد هنا يعني بتعبير الفقهاء لا يتأتى يعني. ولذلك صحيح. أنا أقول كيف ترى التوازن أنت كمواطن خليجي أو عربي، كيف ترى في المناورات العسكرية هذا الأسبوع؟ مناورات بحرية مع إيران، نعم. الأسبوع القادم مناورات وزارة الداخلية العمانية مع وزارات الداخلية الخليجية في البحرين، نعم. هذا التوازن لا تراه في أي دولة خليجية، نعم. بهذه الطريقة، ولذلك هو مفهوم هذا الموضوع، هو لا. مفهوم كيف تسير الطريقة أو السياسة العمانية. لكن أعتقد ما دفعها إلى المشاركة في التحالف الإسلامي لامتصاص غضب دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية دون أن يكون هناك إخلال بالدور المطلوب من عمان، لا. رأت أن الأنسب والطريقة الأنسب والأقل ضررا على السياسة العمانية هو الانضمام للتحالف الإسلامي العسكري. لا، وهذا التحالف اللي من ديسمبر، ها، من سبتمبر العالم، نعم نعم، اي شاهده العالم ورأى انه ما يتحدث عن كذا قوه تجمع جيش وتنزل، بعدين هو تحالف لمواجهه الارهاب على المستوى الفكري والمستوى الاقتصادي والمستوى الاعلامي، وهو اول يعني رد من العالم الإسلامي بصفته المعني الأبرز بمواجهة الإرهاب، نعم. الذي هو المتهم الأول بلا شك به أمام العالم. أنا أعتقد أن عمان مستفيدة كثير ومن الانضمام، بل أنها تأخرت كثيرا، لأن هذا التحالف وظيفته كما قلت ليس فقط عسكري، هو الوظيفة الأساسية بالمعنى الشامل لحماية
وحماية الدول الوطنية. وبالتالي هو أيضا معني دخول عمان هذا ستكون أيضا تحت مظلة حماية هذا التحالف الكامل. وبالتالي عمان لن تواجه وحدها التحديات الإرهابية، تحديات الفوضى اللي تهدد الدولة الوطنية العمانية مثلها مثل أي دولة أخرى. وبالتالي وجودها داخل التحالف هو قوة لعمان، ولكن وأيضا إضافة للتحالف الإسلامي. إحنا من سنوات وإحنا النادي العالم والعالم صحيح. الإسلامي إنه تعالوا نصنع أي مظلة من 2005 من أيام المؤتمر، تعالوا نصنع أي مظلة إذا كنتم جادين. وأنا أعتقد أنها من أهم المظلات وسيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة. طيب. خليني بروح معك إبراهيم الآن الجميع ينتظر انطلاق مفاوضات الأردن في الملف اليمني. طبعا أخطاء يسيرة، يعني خلنا نقول أركان الانقلاب لم يرسلوا حتى الآن أسماء الذين يفترض أن يكونوا ضمن الوفد. هل ستكون مفاوضات الأردن نسخة أخرى من مفاوضات الكويت؟ حتى الآن أنا كيف أقرأ المفاوضات؟ أقرأها من خلال مسرح العمليات. كيف سيكون مستقبل المفاوضات؟ أقرأها من خلال مسرح العمليات. لا أرى حتى هذه اللحظة فارقا كبيرا استطاعت أن تحدثه مفاوضات الكويت؟ لا أن تحدثه القوات العسكرية المكلفة والمنوطة بها مهمة الآن منذ مفاوضات الكويت إلى الآن. منوط بالقوات العسكرية ليس الذهاب إلى صنعاء، لأن هناك قيود سياسية تحتاج إلى قرار سياسي من دول التحالف من الشرعية. القوات العسكرية تقصد المقاومة والجيش الوطني اليمني؟ نعم. أي. مطلوب منها ومن التحالف، الذراع العسكري للتحالف الشرعية، مطلوب منه منذ مفاوضات الكويت العمل على الأرض لتهيئة ظروف على الأرض على الواقع تهيئ لتحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات. حتى منذ مفاوضات الكويت حتى الآن لم أرى الذراع العسكري لقوات التحالف أحدث فارقا يرغم الحوثي على إحداث تغيير في موقفه السياسي منذ مفاوضات الكويت على الأرض. على الأرض. لأنك طيب. أنت كيف تقرأ هذا الشغل؟ هذا شغل المقاومة والجيش الوطني بالدرجة الأولى، المقاومة والجيش الوطني ودول التحالف هو منظومة واحدة، لكن بس على الأرض على الأرض أي. بلا شك على الأرض، الموجودين في الأرض الذين تم تشكيلهم طوال هال 22-23 شهر، الكتائب والألوية العسكرية اللي صار على رأسها قادة يمنيين. نعم بالضبط. ولذلك أنا أقول أن إحداث الفارق على الأرض هو الذي يمنح المفاوض السياسي للشرعية قوة ويرغم الطرف الحوثي والانقلابي للإذعان وتقديم تنازلات. حتى هذه اللحظة هناك تقدم موجود على محور صعدة آخرها كان اليوم، هناك تقدم موجود من قبل اللواء جحدل قائد اللواء 19 ميكا في شبوة، وأتوقع وأنا أتمنى على اللواء المقدشي ألا يترك هذا اللواء لوحده، لأنه منذ 48 ساعة وهو يعاني من نقص الذخيرة والإمداد، وهو ضمن المنطقة العسكرية الثالثة في شبوة بيحان. أوكي. ولذلك أنا اللي الصباح وصلوا إلى تخوم صعدة وتحدثوا مع المواطنين. نعم هذه المقاومة. أي. أيضا هناك عناصر الجيش ولكن بالأخص هم المقاومة الجنوبية وحضروا من عدن، موجودين معهم من الجيش الوطني اليمني، موجودين من القوات الخاصة. هؤلاء هو خليط من التحالف من الشرعية من المقاومة. نعم. شكلوا هذا، حققوا إنجاز في محور صعدة، هناك إنجاز في محور شبوة، ولكن كل هذه الإنجازات لا تمثل فارقا كبيرا على المسرح الذي يمنح المفاوض للشرعية اليمنية اليد الطولة على طاولة المفاوضات. هو أنا أتفق معك كليا أنه لم يحدث صراحة هذا كلام كثير مهم، ربما أنه في اعتبارات أخرى، لكن يمكن هذا يعيدنا إلى أنه يعني لو في تحرك باتجاه مطار صنعاء مثلا من لا هو شوف الان الى مطار صنعاء بالتاكيد حيحدث شيء فرق بلا شك، وفي دخول الى صعده بلا شك مأرب شبوه صحيح. يعني انت عندما تذهب او تقترب من نقيل بن غيلان، وما اسمح لي يا اخي
لا مو بسمعك، خلنا نسمعها. ماشي تفضل. عندما يكون هناك اقتراب ويرون هذا الإنجاز ينعكس، أنا أتمنى، بما أن ذكرنا قبل قليل فقط في 10 ثواني عمان، أنا أتمنى أن نرى تغيرا للمقاربة السياسية العمانية تجاه الملف اليمني، بدل أن تكون هذا الوسيط المحايد. أنا أقول أنها يوما ما إن لم تساعد دول الخليج ودول التحالف الشرعية اليمنية في حسم الملف اليمني بما يستعيد صنعاء والدولة وبما يلائم الدور العماني، أنا أقول ستكتوي عمان مستقبلا. لا تتوقع عمان أن لا تكتوي بما اكتوت به دول الجوار والمملكة العربية السعودية والشرعية اليمنية. لا يعني لذلك دورها، لأنه هذول في النهاية ميليشيا. صحيح، بلا شك. ولذلك يجب أن تغير، تستمر في مسارها السياسي، ولكن تقوم بممارسة مزيد من الضغوطات على حركة الانقلاب. سلموا الآن الكلام. بالنسبة كثير من كثير من المحللين يعتقدوا أنه ما حصل في صنعاء انقلاب، ومرينا على هذا الفكرة والناس يقولوا انقلابي، لكن أنا في حقيقة الأمر بالتحليل السياسي هو عملية سطو على مؤسسات الدولة من ميليشيا فوضوية، ولم تتمكن حتى من بناء مؤسسات انقلابية قادرة من خلالها على الحكم. هي عملية سطو وميليشيا فوضوية، وهي أقرب وأخطر بأفعالها ونتائجها من أي من حركات الإرهاب القاعدة وداعش. هذا أنا من وجهة نظري ومن زمان وأنا أقول هذا الكلام. فيما يخص، أنا أعتقد حتى عدم إحداث متحول جذري في الميدان لصالح الشرعية وجمود الجبهات للفترات السابقة هو فقط يعني لا يعني أضعف المفاوض أو أضعف الشرعية في طاولة المفاوضات، لكن دفع الإنقلابيين، أو شوف قلنا الإنقلابيين، لكن نقول ميليشيات الصد وحلفاؤهم على خلينا نقول على استمرار مقامرتهم في استمرار الحرب. أمس علي عبد الله صالح كان واضح في 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 خطابه، قال لا مبادرة، صفحته في الفيسبوك، لا مبادرة خليجية مقبولة وانتهت، ولا مخرجات حوار، ولا أقاليم، ولا قرار هذا. ومن يسوق ويقول بهذه المرجعيات هو خائن لليمن ومتهم بالخيانة الوطنية، وبالتالي هذا رفض كامل لفكرة الحل السياسي. إحدى القيادة الحوثية أيضا صرح أنه ما زال نفسنا طويل لإدارة الحرب وسنستمر فيها، وبالتالي أنا أعتقد أنه الحركة الحوثية وصالح لن يذعنوا للسلام ما لم يكن هناك متحول جذري باتجاهين على الأرض، باتجاه الساحل الغربي وباتجاه صعدة وباتجاه صنعاء، وهذه الجبهات يعني متحركة وصولا للحديدة، الحديدة المخا وصولا إلى باب المندب. طبعا الانقلاب قد مكثف له قوة في الساحل الغربي، لأنه بالنسبة له هو اللي بيتنفس من خلاله، بيهرب السلاح من خلاله، بتحول إلى منطقة نفوذ يضغط على المنظومة الدولية أنه ممكن يؤذي أمن البحر الأحمر. فبالتالي أنا أعتقد ممكن خنق حتى صنعاء، يعني ليس مطلوب اليوم الدخول إلى صنعاء، ولا المسألة إلغاء أطراف الإنقلاب. قرار مجلس السلام يعتبرهم شركاء، والشرعية والتحالف أيضا يعتبرهم شركاء، لكن نريد حل سياسي وفق المرجعيات من ناس متوافقين عليه في الداخل والمنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية. هم يريدوا إنجاز الإنقلاب أو خلق حالة عنف مستدام داخل اليمن، وهذا هو المخطط الإيراني، عدم الوصول إلى فكرة الدولة واستعادتها. حتى والحوثيين شركاء، هم يريدوها حالة عنف مستدام، وبالتالي الشرعية بالضبط، لأنه تتحول إلى يعني يريدوا أن يحولوا اليمن إلى منطقة لاستنزاف الأمن القومي العربي، وهذه مسألة خطيرة. وبالتالي المطلوب من الشرعية والتحالف يعني أن يعيدوا ترتيب إدارة المعركة لإحداث متغير جذري، لأنه هذا الطريقة الوحيدة التي ستدفع أطراف السطو على الحكم في صنعاء لقبول والإذعان للسلام. طيب، هل تتوقع أنه النسخة الأخيرة من مبادرة ولد الشيخ ستكون هي المحور الرئيسي في مفاوضات الأردن؟ النسخة الأخيرة إن كان فيها أي خروج عن المرجعيات الثلاث فلن تقبل، ولذلك أنا أقول لولد الشيخ ولمن يقف خلف ولد الشيخ أن دول التحالف الشرعية لن يتخلوا عن الملف اليمني. ولد الشيخ يجب أن يعمل ضمن إطار هذه المرجعيات، يناور في مسألة الخطوات. سؤال بالله، سؤال إبراهيم ذكرتني، قرأت مقال عبد الرحمن راشد اللي كتبه قبل فترة عن هذا الموضوع؟ نعم قرأته. أي وش تشوف يعني هو واحد من الأقلام المهمة صراحة يعني. نعم. والكثيرين يعني اختلفوا معه حول هذه الجزئية، إلا أنه فيها وجهة نظر
وش اللي يعني جاء في ذهنك من المقال؟ هل يمكن فعلا اعتبار النسخة الأخيرة من مبادرة ولد الشيخ مدخل ولو مبدأ إلى أي حل؟ أنا أقول أن الأخ الكريم والزميل عبد الرحمن الراشد لم يوفق في قراءة المشهد اليمني. هو قارئ جيد وهو له وجهة نظر سياسية نحترمها، أحترمها ولا أتفق معها فيما يخص المقال. أنا ذكرت لماذا هذه المبادرة والنسخة كانت خطيرة جدا، وأنا ذكرت وشرحت من على هذا المنبر أن خطورتها تكمن في التراتبية، أنها منح حركة الانقلاب كل ما يريدون قبل أن ينسحبوا من شبر واحد من الأراضي اليمنية. ولذلك عندما يقول أخي عبد الرحمن يقول أنه يمكن أن تقبل ابن علي أو تعدل، لا بأس، نحن نتحدث عن التراتبية. يا سيدي أنت أخرج من منطقة ألف قويا وادخل لمنطقة باء قوية. لا لا، أنا أتحدث عن الحوثي يخرج من منطقة ألف صنعاء وتعز والحديدة، ملتزم بالشرط يعني بالتراتبية، بالتراتبية ثم بعد ذلك تتحدث عن عزل الرئيس. يا سيدي أنا ذكرت أنه يعزل الرئيس ويسلم يعزل نائب الرئيس ويسلم الرئيس الصلاحيات، ولم يقدم الحوثي مع هذا ما قدمته الشرعية ولم يقدم شيء يعني، ولذلك كيف تقبل هذه المبادرة؟ خليني بس أقول أنه من ميز يعني صاحبنا الأستاذ الحبيب عبد الرحمن أنه إشكالي، ها ولا له كل الحب يعني والتقدير، ومن الأشياء المميزة فيما يكتبه أنها مادة للخلاف والرد والنقاش. ودعني أقول لك يا أخي، قد يكون نظر الأخ عبد الرحمن بنظرة مسألة الحلول السلمية، كلنا نطمح إلى حلول سلمية وحلول سياسية، ولا يوجد عاقل ما يرفض ذلك، ولكن الخبث الذي يعرف عن الحوثي كحركة انقلابية خبيثة رفضت أكثر من 86 اتفاقية منذ عام 90 يجعلك تغلب الشك على اليقين في التعامل معها. دقيقة، أولاً حول وش اللي يتوقع اليمنيون الآن من مفاوضات الأردن القادمة؟ أولاً فقط الاعتماد على التحليلات السياسية وفق منهجية غير قارئة للواقع والمؤامرات التي تدار، والخصم ببعديه الداخلي اللي هو الحوثي وطريقة إدارتها الصراع في المراحل القادمة، وطبيعة الواقع المتحرك، وأيضا مخططات إيران في تحويل السلام إلى آلية من آليات تصدير الثورة، وهي الآن وصلت إلى المرحلة الثالثة. مفاوضات بالنسبة أنا أعتقد أنه هذا هو لقاء من أجل تفعيل يعني اتفاق وقف إطلاق النار. الحوثيين رفضوا وصالح رفضوا أن يرسلوا، وهو اجتماع تقني لعملية ترتيب كيف بالإمكان وقف إطلاق النار حتى تتحرك العملية السياسية، وهم رافضين حتى الآن يعني يرسلوا وفود من أجل مناقشة هذا الموضوع، بما يعني أنه الإنقلاب ما زال مصر بشكل كامل على إعادة الحل السياسي حتى لو أدى الأمر إلى يعني رحيل هادي. لكن أنا ضد فكرة أن يسلم الرئيس سلطاته، لأنه إذا وافقنا وأسقطنا شرعية هذه سيدخل اليمن في حالة من الانقلابات الدائمة التي لن تنتهي. التعامل مع الحوثيين أنا وجهة نظري أنه يجب أن تغيب حسن النوايا، وأن تحضر وأن يحضر الشك وبقوة. متى تحضر حسن النوايا؟ إذا كان هناك تاريخ للطرف الآخر من الرغبة و الصفقات السياسية التي نجح فيها مع أطراف أخرى، ولكنه لم ينجح في تاريخه في أي صفقة سياسية مع الشعب اليمني. شكرا جزيلا إبراهيم المرعي، شكرا جزيلا نجيب غلاب، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا من الرياض، من هذا الوطن نحتفي ببيعتنا، نحتفي بأمننا، بتخلوني أكمل ولا؟ نحتفي بأمننا، نحتفي ببيعتنا، أقوياء بوطننا وبأبنائه، وعصانا تمتد من الحدود إلى عدن، وجزارتنا على طاولة المفاوضات. مساء الخير.